خالد البلشي رئيس تحرير موقع البداية المحبوب. والنهارده احنا متجمعين في النقابه للتضامن مع حقوق زملائنا في تطبيق القانون والعلاج، الحق في العلاج. النهارده ثلاثه من زملائنا هم شوكين وهم هشام جعفر وهم حسين قباني، اتموا فترات حبسهم الاحتياطي. اثنين منهم حتى اتموا عامين كاملين طبقا للتعديلات الجائره لقانون الحبس الاحتياطي اللي هو تحول لوسيله للاعتقال، ولم يحلوا للمحاكمه وما زالوا محبوسين خارج القانون. يعني ده عمليه اعتقال جديده، رغم ان القانون نفسه هو اداه اعتقال، لكن دلوقتي هو اعتقال حتى خارج قانون الحبس الاحتياطي الجائر. الاكثر من ده ان هم بيدفعوا ثمن من حياتهم ومن صحتهم. هشام جعفر وضعه الصحي متراجع جدا، حالته الصحيه صعبه، يحتاج لجراحه في المثانه ومهدد بفقدان بصره. شوكان الفتره الاخرانيه والده خرج ليعلن للجميع ان حياته اصبحت مهدده وانه يعاني بشكل شديد داخل المحبسه وانه يحتاج للنقل خارج المستشفى، ومع ذلك للنقل للمستشفى للعلاج، ومع ذلك لا يتم الاستجابه لنا. يعني النهارده هي يعني تضامن العاجز، تضامن الضعيف في لدفاع عن حقوق هؤلاء الزملاء. يعني في الاخر احنا بنطالب بعلاج بين واحد اثنين المستشفى، بنطالب بتطبيق قانون. الناس اللي اتحرمت من بيوتها لمده سنتين كاملتين ثم لم يوجه لهم اي تهمه وما زالوا محبوسين خارج اطار هذا القانون، مش يعني من حقهم على الاقل انهم موجودين. الحقيقه كلنا محبوسين في الخارج بس قاعدين مع اهلهم. في اجراءات اخرى، يعني لو انت المساله رغم انهم صحفيين كل ادواتهم الكتابه وكل ادواتهم القلم يهز، لو هم بيشكلوا هذا الخطر الشديد في ادوات اخرى طالما استنفذت ادواتك القانونيه ولم تحلهم. الحقيقه لم تحلهم لانك لم يعني اظن التحقيق استمر سنتين كامله ولم تجد دليلا لاحالتهم لمحكمه، ده معناه ان هم ابرياء. امبارح حصل ده مع احد الزملاء، هو محمود مصطفى اللي هو خرج امبارح بعد عامين كاملين ايضا، وحصل مع البطل اللي خرج بعد عامين كاملين ايضا، وفي الاخر لم يوجه لهم اي اتهامات. احنا بنسرق من اعمار الناس كتير. الاخطر هو التاثيرات الصحيه، الاخطر ان هشام جعفر يدفع من ايضا من صحته، ان البطاوي ان شوكان يدفع ايضا من صحته، عند الأباني يدفع من صحته. فاحنا قررنا نقعد، قررنا مجرد اعلان تضامن واعلان موقف باننا يعني نطالب بحقهم في العلاج ونطالب بتطبيق قانون جائر حرمهم اسرهم لمده سنتين ولم يتم احالتهم المحكمه.